تجربتنا على مدى 16 سنة أن الطغمة الحاكمة أفسدت في العراق وبددت الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية بالإضافة إلى تفتيت العراق. وهذه الطغمة تمترست بالمال والسلاح والسلطة والدين والطائفة والعشيرة. طبعا قناعتنا أن هذه الطغمة لا يمكن أن تترك مغانمها، وأكو قضية مهمة لابد أن يعرفها جمهور قناتكم، أن السياسيين المنطقة الخضراء يخافون العدالة، ونحن متظاهرون والمعتصمين في ساحة التحرير من أولوياتنا التحقيق في الجرائم الاقتصادية والجرائم السياسية ذات أثر رجعي. يحاولون أن يختاروا شخصية رئيس الوزراء قريبة لهم كي لا تتم عملية الكشف عن جرائمهم وعن ما ارتكبوه في عراق غني، عراق متخم بالموارد البشرية والموارد الاقتصادية. وطبعا هذا إقرار أنهم ساءوا استخدام السلطة، ولذلك يحاولوا فرض مرشحهم بعيدا عن ما طرحته الجماهير من أعلى قمة جبل لأبعد نقطة في الساحل. نريد شخص مستقل ووطني ونزيه ولم تتلوث يده بالمال العام قبل هذه الفترة. نعم، نحن نعرف أن الطريق صعب، وعملية اجتثاث الفساد لا تتم بالورود، لا تتم بدون تضحيات، ويحاول جهد الإمكان التلاعب حتى بالألفاظ. يعني حتى قانون الانتخابات الأخير هو ملغم، فيه الكثير من الثغرات وقابل للالتفاف، إلا أننا نراهن على الوعي، وعي الناس، وعي الناخب، أن يمنع الالتفاف على مطالب الجماهير. ولا أخفيك سر أن الطبقة الفاسدة تحاول بشتى الوسائل التشبث من خلال الترهيب، من خلال الاغتيال، من خلال استخدام السلطة، ووضع كل عراقيل أمام الحركة الاحتجاجية. إلا أن الحركة الاحتجاجية لن تتوقف ومستمرة، وشباب العراق ماضون لنسف العملية السياسية الخاطئة وإخراج العراق إلى بر الأمان. الأحزاب السياسية لا زالت صماء عن استماع لمطالب الساحة. مطالب الساحة ليست مستحيلة، هي أبسط من بسيطة. رئيس وزراء مستقل أمر بسيط وليس بالأمر الصعب. أن أتي برئيس وزراء مستقل ليس بالأمر الصعب. أن أتي برئيس وزراء وطني ليس بالأمر الصعب. لكن هم يصعبون الموضوع على نفسهم، هم يبحثون عن الوطنيين عن المستقلين ويقتلونهم. ابحثوا عن وطني ومستقل واجعلوه رئيس وزراء. يعني هذا صورة مبسطة. المطالب ليست مستحيلة. لم يأتي أحد من الساحة ويقول نريد الشخص الفلاني لكي نقول أن أمر صعب والشخص الفلاني كي يخفوه. نحن تركنا الأمر لهم وقلنا لهم نريد رئيس وزراء وطني مستقل غير منتمي لأحزاب، غير مشارك في العملية السياسية. هذا أمر سهل جدا. نتحدث عن مئات من الشخصيات توفر فيهم هذه الشروط، لكنهم يصعبون الأمر على أنفسهم ويصرون على الاستحواذ بالسلطة. يصرون لغاية الآن على الاستحواذ بالسلطة. هذه الثورة جاءت عليهم، هم لا يرغبون بسماع هذا. المهم المطلب واضح وبسيط وسهل، رئيس وزراء مستقل خارج الأحزاب لم يشارك في العملية السياسية. نحن نتحدث عن مئات الشخصيات تطبق عليهم هذه الشروط، والساحة لم تفرض اسما عليهم، تفرض عليهم الشروط لكنهم لا. حتى لا يجيء الشخص من الشعب يحاربهم، فهم شو يريدون؟
يريدون شخص منهم وبيهم. احنا لا، ما نريد منهم وبيهم، احنا خلاص نريد تغيير، تغيير جذري حتى يتلاعب، يتلاعب بالمظاهرين. بس واحنا الحمد لله والشكر ثابتين على 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 مظاهرتنا، وما نرجع الا تتحقق المطالب. أكيد يعني هي الأحزاب تريد شخص من عندهم على مود تابع لإيران أو تابع الجهة من عندهم، إذا كانت حزبية أو سياسية كان من يكون، أنه لازم يكون من عندهم مو مستقل. إحنا بالنسبة لنا كمتظاهرين من صارت هاي الثورة طلعنا في سبيل واحد، أنه إحنا رايدين حكومة مستقلة خارجة عن أي شوائب، اي كان من يكون، يعني بحيث انه من اريد ادخل بال 2020 اريد القى تشمبوك، ما القى ولا سياسي، ما القى ولا واحد، ما القى ولا واحد من هذول الحضاين اللي باقونا، اللي كتلوا عوائلنا، اللي دمرونا، اللي هجرونا، اللي اذونا، اللي تعبونا، اللي باقوا اموالنا ونفطنا وخيراتنا كلها تابعه مو إنا، يعني هم ياخذونها. فاريد يكون من نقعد الصبح القى واحد مستقل بحيث فول اوبشن، ماري شافوت، بانوراما، حساسات كهرباء، اي والله شاشه يعني اريده، هي كان اريده مستقل، اريده ما ها، والمهم يكون عراقي، ما يكون تابع لاي اي دول من دول الجوار، يكون بحيث عراقي من تكضت نكته يوقع تشاو واللعد والهذن كلهن يوقعن، يعني عراقي معصل. فهو هذا اللي يريد. خطواتنا احنا ما راح نتحرك مننا اذا ما يكون الشخص احنا مقتنعين به كالمتظاهرين كلها، اذا ما يكون هذا المرشح مقتنعين به واحنا رايدينه وهذا راح يفيد البلد، احنا ما راح نشيل مثل ما نقول مننا دوش مخده، ما راح نشيلها من التحرير. اكيد الكل والاكثر يعرف هذا الشيء، انه مصلحته الشخصيه ما تدور المصلحه العامه، ويخافون انه يتحاسبون من يجي شخص مستقل يحاسبهم، يخافون على رواحتهم، قاموا مو مثل قبل يخافون بس على مناصبهم، لا هسه قاموا يخافون على رواحتهم ومناصبهم، والكل يعرفون ان هاي مناصبهم اكثر شيء مشتريها من مبلغ، ويردون نرشح واحد احنا المتظاهرين. لكن اكبر غلط هذا، وما حد متفق على انه نرشح شخصيه، لان هذا الشيء نعرف انه راح من نرشح شخص راح يهددوه او كذا ننتخبه، وحتى اذا صعد راح تكون انه محاولات عندهم انفجارات يسوون او كذا يسوون معمعة بالمجتمع. احنا كل تظاهراتنا وفق الدستور، لكن اذا ما شفنا من يومهم اكيد اكو خطوات نبدي بيها بالتصعيد، نبدي بيها التصعيد، فهذا افضل حل. يعني اليوم يعني بالشارع درشح او ديرشحون او ديتفقون او يختلفون، ما دا اعرف شنو اصرار احزاب السلطه، احزاب الفاسده بتمسك شخصية رئيس الوزراء من داخل الأحزاب. احنا دا نقول لكم بوضوح، كل المجتمع الدولي دا نقول لكم رئيس الوزراء القادم خارج من الأحزاب، خارج المحاصصة والمذهبية والعرقية. لماذا أنتم متمسكون بالمحاصصة وبالحزبية؟ أفهمونا، رئيس الوزراء القادم من ساحات الاحتجاج، من سور المتظاهرين، من دماء الشهداء، هاي الساحات هي اللي ضحت من أجل العراق. تجون اليوم أنتم تصرون على أن رئيس الوزراء القادم هو من ساحة من أحزابكم، هذا مرفوض ولا راح يصير. نعطي دماء، نعطي تضحية، باقين بالساحات ونرفض ترشيح رئيس الوزراء من الأحزاب. ما نريد من الأحزاب، نريد عراقي وطني مستقل قلبه على العراق، يحس بمعاناة الشعب العراقي، ورفضاً قاطعاً للأحزاب المتمسكة بالسلطة، للأحزاب الدينية، كلا كلا للأحزاب، نعم نعم للاستقلال، نعم نعم للشخص الوطني العراقي اللي ما متمسك إيديه بالدماء. ذولا الميليشيات والأحزاب قتلوا أبناء التحرير، أبناء الرافدين، أبناء ذي قار. نرفض أي شخصية رئيس الوزراء من الأحزاب المشاركة بالسلطة. Ты
تقدر تقول احنا ما راح نرجع، يعني حتى اذا كان ما رافضين انه مرفوض من قبل الشعب او فشي احنا ما راح نرجع، يعني مستحيل انه نرجع ونتراجع عن هذه مطالبنا اللي احنا جايين عليها، وصار لنا تقريبا شهرين وطبينا، هسه دخلنا بالشهر الثالث وباقين عليها، ويعني نترجى من الحكومه انه عدم التسويف والمماطله ويلبون مطالب الشعب، يعني يتخذون انه وزير يعني مرشح من قبل الشعب. هذا الشيء اكيد انه لازم، يعني هو هذا يعني غير فلوس، يعني كل شيء بالفلوس، يعني ما دام اكو فلوس فهذا لازم هم يرفضونه، يعني لازم يكون من عندهم المرشح ما يكون من عندنا، يعني هو هذا الشيء اللي هم مصرين عليه. مستمره الاحزاب على المرشح من عندها لان هي كتله المتظاهرين ويخافون يتحاكمون اذا سقط النظام مالتهم، هذا شيء واحد. كمتظاهرين انت جاي تشوف العالم كلها، احنا ما نريد غير كل شيء، كل شيء ما اريد لا اصير تاجر وكل شيء ما اريد، بس اريد حقي، اريد حقي كمواطن، كاي مواطن مثل باقي الدول. مصرين ولحد هاي اللحظه مصرين على ترشيح واحد من عندهم من احزابهم الفازه اللي منتفعين من عده، اذا كان واحد مستقل ولا للعراق فقط ما عنده اتجاه لا ايران لا امريكا لا غيرها ما راح ينتفعون به، لان هذا يكون خالص ولا للعراق. بهاي الناحيه ما راح ينتفعون لا هم ولا احزابهم، فاكيد يصرون على مرشح من احزابهم الفازه حتى يكون منتفعين وياخذون باموال الشعب وقتل الفقراء سفك الدماء. ان شاء الله عندنا احنا سلميتنا ان شاء الله احنا قاضين عليهم ومستمرين بالسلميه، عندنا طرق احتجاجيه ان شاء الله وتصعيديه قادمه وان شاء الله تكون سلميه، من اضراب عن الطعام من يعني شو تريد، ان شاء الله احنا مستطيعين كل شيء نسوي بسلميه. إصرار الأحزاب الفاسدة على وجود رئيس وزراء فاسد من عندهم حتى يستر على فسادهم، حتى يبقى لهم مقعد بالبرلمان أو بالحكومة، ما يردون المستقل، المستقل لا راح يخلي لهم أي ذريعة داخل الحكومة، لأن راح يكشف عن كل فسادهم. خطوات إن شاء الله تصعيدية، وإحنا ضالين على مكاننا على تظاهرنا بسلمية سلمي إن شاء الله. أول شيء السلام عليكم وحيا قناتكم الموقرة، من هنا باسم المتظاهرين إصرار الأحزاب على بقائها في السلطة، وذلك لأن راح بعد تأسيس الحكومة وبعد تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي راح يتعرضون إلى المساءلة والقانونية عما خلفوه من قتل وتهميش وعرقلة لسيون البلاد. اذا الحكومه ما طال يعني ما توافق على المتطلبات راح احتمال يعني تاخذ منحه غير منحه، يعني راس المظاهرات احنا اساسا سلميه بس احتمال راح بعد تصعد تصير تصعيديه، احتمال بعد راح تاخذ غير مجراها، يعني بهاي الاثناء احنا ما راح يعني ما لحد الان ساكتين، يجوز احتمال بعد ما نسكت، يعني مظاهرين لا يشوفون انا بساحه التحرير، وصحيح انا اقول لك سلميه وياك بس اذا ما نشوف اكو مطالب وتحقيق مطالبنا وارادتنا لا نسوي مثل الثوره اللي بالاوكرانيا يوم انطبوا رئيس الجمهوريه حاصروه وطلعوه بالضبط. المتظاهرين احنا كمتظاهرين السياسيين حاليا مصرين على مرشح واحد من عندهم، المرشح ما يخدم الشعب العراقي، يخدم السياسيين لهم ربحهم بس، فكمتظاهرين احنا كشعب ما يخدمنا اي شيء، يخدمهم بكل شيء، يخدمهم بهواي امور، يساعدهم على الفساد، يغطي عنهم، فكذا تجيب مظاهر مواطن جديد وتخليه ما راح يعيش وياهم، فلازم يردون واحد من يمهم، لا تصير مناشدات بيناتهم
راح يقضي اولا على الاحزاب، الاحزاب هيك ما تقدر تقضي عليها، فلازم واحد من يمهم. باقيين سلميين ومصرين على السلميه حتى يستسلمون انتهائيا. الاحزاب جايه تخدم مصالحها، واي انسان يجي يخدم الشعب مو من مصالحها، لانها صار 16 سنه ماكو حقوق بكل المجالات، ماكو انسان عراقي اخذ حقه بس المنتمي للاحزاب. واذا واحد يجي من غير حزب هذا ما راح يكون له اي حصه، لازم صوت الرئيس الكتله، والكتله راح تبقى الى ان هاي الدوله العميقه اللي دخلت دوله ببطن دوله، بحيث هسه الامن ما يقدر يسيطر، الجيش ما يقدر يسيطر، اي مزاره ما تقدر تسيطر، على حجه اكو الطرف الثالث، الطرف الثالث هم الاحزاب، الاحزاب ما يريدون يخسرون مكتسباتهم، اذا خسروا بعد ما حد يلف فيهم بالدول، اول شيء هو العراق والاخير ويبقى للعراقيين، نوجه لهم رساله، انتم منتهين، انتم مو اقوى من صدام ولا اقوى من الطغاة، انتم منتهين بقوه هذه الشباب بعد الله واهل البيت، وان شاء الله احنا باقين، من ايس باقين. Thank you.
صوت واحد، صوت واحد. تمجيد يا هراء هراء هراء، تمجيد يا هراء هراء هراء، تمجيد يا هراء هراء هراء. واحد من الاحزاب شلع قلع، كلهم حرامي، كلهم وزواج
الدولي من عيدان باطل. بدماء الشهداء اذا بقينا على هذا النهج متكاتفين وتصعيد وسلميه ما يضر واحد من الحراميه يشردون بليله ظلمه بليله ظلمه نشردهم، بس بشرط يكون هذا التكاتف بعد اكثر. احنا اليوم توجهنا اليوم ان القصر الجمهوري برهم صالح اليوم ازدادينا قوه اضافه للخطوه التصعيديه. شنو؟ انه احترام اراء اخواننا وابائنا واساتذتنا اللي قالوا نص الطريق قالوا لنا خلص. اليوم نوصل رساله، ما شاء الله وصلنا الرساله بعدنا نص الطريق قالوا هذا استقال رئيس الجمهوريه. وهاي الاخبار احنا هذه ما يهمنا. والناس اللي اغلبها اللي طلعت بها نيتها لله ونظاميه، والدليل لا حد تعارك لا حد اختلف، طلعنا عيد وحده ورجعنا عيد وحده. واخواننا ليش قالوا ما نوصل للقصر؟ اليوم قالوا نريد العدد يتضاعف لان هواي خيم ما يصنعون وابنتنا المحافظات جايين ان شاء الله. اذا استقال راضي الهوار هذه وهذه كل الاحزاب، نحن نريد مرشح بكل ساحه التعريف. هناك شخصيات وطنيه وشريكه وقفوا ومثقفه وواعيه وتحس وتشعر بمعاناه الشعب العراقي كما ظلما وقتلا وارهابا وكفرا وحرمانا وضياعا وتصورا وظلما. الله اكبر على حكومه الفاسدين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انتقم من الحكومات الفاسده. انت ناصر المظلومين، لديهم السلاح ولديهم المال ولديهم النفوذ، ولكن الله لديه القوه العظيمه ليس كمثله شيء. الله ناصر المظلومين، ولا يحسب ان الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون، وسيحشرهم الله مع الكفار والظالمين والفاسدين والمرتزقة والفاجرين والفاسقين الذين يقتلون الشعب العراقي لاجل مصالحهم والذات الشخصية. القضية الثانية، اذا هذا شنو اذا ما استقال؟ واذا طلع مستقيل باكر نعد وما حسبوا رئيس الوزراء، نشوف الامور الاحزاب نعد نعد نتوجه لغلق مكاتب الاحزاب. خلاص ما دام احنا تنظمنا هسه تنظمنا على حب الوطن، خطوات تصعيديه سلميه، الاحزاب خلي يشوفون انشاره نعطيهم مهله من غير باكر العصر. يحلونها رئيس وزراء من الشعب خير على خير، ما يحلوها احنا نحلها لهم. ما رئيس وزراء ولا خافت من الاحزاب ولا خافت من تهديده، وهو اللي هولونا يا يابا راح يذبحونكم يا يابا راح تموتون. قلنا لهم الله ويانا وصدق الله ويانا، رحنا ورجعنا سالمين من تصريح. نريد صوت قوي للاحزاب شوي، انتم شوي علاقتكم ويا الاحزاب شوي صوت قوي يصل الخبر ان شاء الله. كم ما قصرتوا ايها الوطنيين الاحرار، شكرا لكل الاخوان اللي كانوا حامل يعني عصا او شيء قلنا له نزلها ونزلها بكل احترام وتقدير، شكرا لكم جميعا، شكرا لاخونا ابو المنصه على تعاونه، شكرا لكل الاخوان الشرفاء الاحرار الوطنيين. ختام هاي الخطوه التصعيديه وهاي المسيره الوطنيه قراءه سوره الفاتحه الى ارواح الشهداء الابرار مسبوقه بالصلاه على محمد وال محمد.
هذا وعد، 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 هذا وعد،
فاشلة شنو قطب بالعاية هاي الحكومة الفاشلة شنو قطب بالعاية هاي الحكومة العاية شنو شغل بالحالة المالكية زبالة قاعد النشالة المالكية زبالة قاعد النشالة المالكية زبالة ترجعون للبيت ترجعون للبيت ترجعون للبيت هذا وعد هذا وعد للبيت ما نرجع بعد.